رح نبدا مع اقرب وابرز المواعيد الثقافيه والفنيه. سيرك دي ليبان بيقدم سيركو انترناشونال، هالموعد السنوي يلي بتستقبله صاله خاصه قبل البيروت هول. هالعروض رح بتبلش من نهار الاربعاء لنهار الاحد وبتستمد لغايه 2 تشرين الثاني، وبذكر هي عروض مخصصه لكل افراد العائله الصغار والكبار. لكل محبي الفنان خوسيه فرنانديز كمان بيعطينا موعد اسبوعي كل نهار ثلاثه بلابوات، وبنسمع من خوسيه فرنانديز. Me dijeron que era el infierno, el paraíso para mí. نتابع بالاجواء الموسيقيه دي بيروت. جروف كولكتور واليوكونكون بيقدموا امسيه موسيقيه مع واحد من اهم الدي جيز بالعالم مستر ثينج يلي حامل الجائزه الاولى من دي ام سي وورلد تشامبيونشيب. الموعد ب 21 الثاني الساعة 10 المساء باليوكونكون بالجميزة. بعروض الافلام، ضمن عروض الافلام اللي عم نشهدها مؤخرا بصالاتنا، رح يتم اليوم عرض فيلم بعنوان اور تيربل كونتري لعلي اتاسي وزياد حمصي. اذا الموعد اليوم الساعه 8 المساء باشكال الوان جسر الواطي. نحن مقاتلين وبنفس الوقت اعلاميين. انت لما تكون حامل كاميرا ونازل اعلام ميدان وحامل سلاحك، كثير اوقات ممكن انه تترك الكاميرا وتلتفت تحمل سلاحك. منتابع اخبارنا تحت عنوان لجاردان دادونيس، حفل اوبرا الشرقي من تاليف وسيم سوبرا، ناس لبرتران لوكلير وديما الرفاعي، نهار الاثنين المقبل 27 شهر 8 المساء بكنيسه السيده بالجمهور. نتابع مع اخبارنا. الحركه الثقافيه بانطلياس بتنظم لقاء حول كتاب ديك وحكايا صغيره للشاعر جوزيف ابي ظاهر. رح بيشارك بهاللقاء الرسام حسين جوني، الاكاديميه ناتالي خوري غريب، الشاعر اصحيا ساسين، وبتدير اللقاء الاكاديميه نجاه الصليبي الطويل. الموعد الليله الساعه 7 المساء بدير مارلياس بانطلياس. منتابع مع اخبارنا. بتدعي جامعه البلمند الى اطلاق سيدي بعنوان ذاكره، فكره تنفيذ اشراف وتوزيع هشام حلاق بالاشتراك مع المدرسه الوطنيه الارثوذكسيه، حيث اشتركوا الطلاب اللي عمرهم بين 9 وال 14 سنه بانتاج هالسيدي. تضمن موشحات، قدود حلبيه وشعبيه، قصائد، وكلهم بيعودوا للقرن التاسع عشر. اطلاق السيدي ب 25 شهر الساعه 6 بعد الظهر باوديتوريوم الحريري جامعه البلمند بالكوره. كمان مرة إلى عروض الأفلام، المخرجة كارول منصور بتقدم فيلم يلي بيحمل عنوان لا سبيل إلى العودة الآن يا صديقي. الموعد بكرة 23 شهر الساعة 8:15 المساء بمتروبوليس أمبير صوفيل بالأشرفية. بالأخبار الموسيقية والفنية، تانيا أسيس بكازينو لبنان بتعطينا موعد على أمسيتين ب 14 و 15 تشرين الثاني، رح يحملوا عنوان وطني، هو عنوان آخر أغنية قدمتها تانيا أسيس من كلمات وألحان مروان خوري.
الموعد إذن 14-15 شهر المقبل 9 المساء، والتيكت بالفيرجن ميجا ستور. بيغلبني الحنين وبرغم اللي صاير كلهم أحلى وطني. تحت عنوان ميلودي سينما دو نوتر ميموار بيفتتح مركز التراث الموسيقي اللبناني بمدرسة سيدة الجمهور نشاطاته لهذا الموسم مع أمسية بترجعنا إلى سينما لبنانية رحبانية مع عروض لثلاث أفلام بنت الحارس سفر برلك بيع الخواتم رح ينقوا مشاهد منهم ويعرضوها خلال هالأمسية والأغاني التابعة لهالأفلام رح نسمعها مع فرقة موسيقية لايف بقيادة أندري حاج. الموعد بكرة 23 تشرين الأول 6:30 بعد الظهر بمدرسة الجمهور. بنسمع يا أهل الدار من فيلم سفر برلك. يا أهل الدار ويا أهل الدار بيعونا شي بيعونا يا أهل الدار. يا أهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار والسكر قلبه دايب. يا أهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان النار والسكر قلبه دايب. يا أهل الدار دارت فينا العلي والورد زرار حنوا عالورد خطيب. يا أهل الدار دارت فينا العلي والورد زرار حنوا عالورد خطيب. ويا بنت الجار لا تجور كتير علي صار اللي هيك. بنكون ختمنا الفقرة الثقافية والفنية لنرجع نعرف عن أحوال الطرقات مع جوال. جولة سريعة على الطرقات من بدية من جسر سليم سلام بالاتجاهين. عم نشوف في حركة سير ناشطة لليوم على جسر سليم سلام للزلقة باتجاه بيروت مثل العادة. ضغط سير كتير قوي بالاتجاه المعاكس أقل ضغط. مستديرة صيدا كمان عم نشوف حركة سير ناشطة وجونة بالاتجاهين في ضغط سير اليوم في عجقة الهيئة. وخلدة كمان عم نشوف في توقف للسير شوي. أكل حال رح ناخد تفاصيل أكتر مع اتصالنا المباشر مع المؤهل جهاد أبو زيكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. يعني الهيئة اليوم في عجقة. نعم أي وقت الذروي نحن بنسميه بالسير عم بيشهد صباحا على طول حركة كثيفة مع ازدحام على مداخل بيروت. بهالأثناء بدي أبدأ من جوني عم تشهد حركة كثيفة مع بعض التوقف على المسلك الغربي باتجاه بيروت عم تتروح ما بين الكازينو وصولا نفق نهر الكلب. نعم. الطبي حتى نهر الموت أيضا عم تشهد حركة كثيفة. الصالومة حركة ناشطة. المدخل الجنوبي خلدي باتجاه الأنفاق. المدينة الرياضية جسر الكولا نفق سليم اسلام. ننتقل ايضا على محور الكفاءات الحدث السنتريز عم بيشهد ازدحام للسير وكورنيش المزرعة بالاتجاهين. نعم. هود الطرقات اللي ذكرناهم عم بيشهدوا حركة سير كثيفة مع بعض التوقف للسير. نعم مثل العادة بأولى ساعات الصباح. نعم بالنسبة لحوادث السير. حوادث السير. نعم سجل شيء هلا حوادث السير. نعم بالنسبة للحوادث التي وقعت خلال 24 ساعة ونتج عنها أضرار جسدية هن 11 حادث نتج عنهم قتلين للأسف و14 جريح. توزعوا الحوادث على الشكل التالي: بيروت حادث واحد نتج عنه جريح، جبل لبنان 5 حوادث نتج عنهم قتيل و5 جرحى، بقاع حادثين نتج عنهم قتيل و3 جرحى، جنوب حادثين نتج عنهم 4 جرحى، شمال 3 حوادث نتج عنهم 3 جرحى. هذا فيما خص الحوادث خلال 24 ساعة. نعم بالنسبة لتسكير طرقات ما في أي تدابير استثنائية لحد اللحظة. نعم. فيما خص الطرقات. نعم المؤهل جهاد أبو زيكي منتشكر اتصالك منتمنى لك بقية نهار حلو. رح نتوقف مع فاصل جديد ومنرجع خليكم معنا.